هذا في الوقت الحالي سي لو سميك سي لو مينيموم سي لو سول مويان. الهدف من هذا اللقاء بمشاركة هذه الفاعلين، كل الفاعلين، المجتمع المدني اليوم وخاصة المجتمع المدني، لوضع استراتيجية على مستوى الميدان، وهذه الاستراتيجية على المستوى الميدان يكون عندها اثنين أو ثلث أسس. الأول هي التحسيس، تحسيس المواطن، تحسيس الناس اللي تعيش في الغابات، تحسيس كل المجتمع المدني على حفاظ الغابات. ثانيا هو اليقظة. في المناطق الجبلية والغابات لازم حواجز مائية، إذا شعلت النار ما كاينش باش تطفي راك ما دير والو، وإذا كاين رايح تنقل على 20 كيلومتر باش تجيب الماء ما تقدرش تطفيها. حنا ماذا بينا المشروع يعني اللي يكون يعني استعجالي، لازم المنطقة هذه الريفية والمناطق الغابية لازم يكون حواجز مائية.